الحباب لاباس عليكم كي دايرين مع الصحه ان شاء الله تكون على الف خير. اليوم فيديو جديده كي تشوفوا حنا دابا خارجين غنمشيو على حساب كاين عندنا واحد المشكل في الدار على حساب الخشب اللي عندنا في الدار فوقت البرد كيبقى هكا كيتفرق وكيدير صداع ملي الواحد كيتمشى عليه. وعلى هذا الحساب غادي لواحد المحل غناخذوا منه واحد النوع ديال الزربيه اللي غيتحط فوق داك الخشب باش يتحيد ينقص ولو غير شويه داك الصحيط. انا كيبرزت نساء صراحه كنسمعوا لحقاش نعاسي خفيف على حساب اميره وكنسمع اي تخربيقه صراحه. المهم ما عليناش هذا المشكل كيكون غير فوقت البرد فوقت الصيف ملي كيتجمع الخشب ما كيكون كاع داك المشكل بصفه نهائيه غير فوقت البرد. المهم داكشي حنا دابا ان شاء الله غادي للمحل وغادي نجيب بكم دويره في المحل عندهم شي حوايج واعرين شي حاجه توب. المهم نتلاقاو من بعد. أميرة جالسة عاجبة الحال. أميرة حنا دابا كاينين في المحل هضرنا على شنو بغينا في الزربيه شحال من الزربيه والعبار. المهم قالنا كياخذوا شي 14 سيمانه باش كيوجدوا مده طويله. المهم حنا غادي نشوفوا واش نلقاو شي حل اخر ولا نمشيو نيت معاها. المهم نوريكم المحل شويه بقاو معايا. مهم على حساب الكوزينه الا تكونوا شفتوا فيديو قبل عندنا نفس خديناه من هنا هذه الطبله هكا بالفوتاي ديالها والكراسه ديالها. مهم من هذا المحل وحنا دابا غادي ندخلو لكالشطاط غادي نتغداو تما صراحة كيساعدو الحوت واعر. المهم نتلاقى المهم حنا دابا كاينين في المطعم حسن الوقتين الشوربة ديال الحوت وكالما و المهم تغدينا سالينا دابا هذا غادي ناخذ شكلاط وراي شكلاط هنايا سكر شكلاط الفلاكه بالزبده هذا كاين فين كيتباع شكلاط انواع واشكال. المهم اشكال وانواع تاخذي صراحه اللي بغيتي. المهم الراجل العزيز وقت ما باش ياخذ الناس اللي كيحماقوا على الشكلاط هنا عندهم بزاف ديال الاختيارات. المهم بعد الغداء دابا كنمشيو لواحد الكافيه نشربوا قهوه وحليوه ناكلوها ومن بعد غادي نمشيو للدار. اليوم الصراحه غير راحه ما طيبت ما تجي حاجه راح اليوم نهار بالسيمانه صافي. من بعد غنمشيو للدار ومن بعد غادي نمشيو للسينما. من بعد ما هذه اميره غنحطوها تنعس معايا ديما مع تسعود كتنعس. ومن بعد غادي نمشيو للسينما بحق اميره ما غاديش نخليوها بوحدها في الدار. كاين خوها كبير اللي غادي يرد البال الا غادي تفيق ولا شي حاجه ولكن هي في العاده كتنعس من تسعود حتى 7 الصباح ديالك ما عمرها كتفيق بلي كتنعس ديريكت صافي. المهم هادشي نتلاقاو من بعد. Thank you.
أميرة. Nein, das machen wir halt, das machen wir, wenn es eine Kummer wird, braucht keine Rechnung. Ja. تقريبا شي ساعتين توصلت هذا تسعود انا كتلقى اميره ديجا في سميتو يعني 8 ونص هكا كنوجدها كان كتكون يد اللي تعشات اكيد وصافي في الاخر كنعطيها الماء تحكس نيلتها وهكا مع تسعود هي وفي اصلا بحال كي كنقولوا روتين ولفاتو انها كتنعس مع تسعود والليل كامل يعني حتى ملي كانت باقا صغيره كان ديما كتنعس تبارك الله عليها الليل كامل ما كانش شي اشكال كبير صراحه معها صافي المهم دابا حنا غادي نمشيو للسينما ان شاء الله نتلاقاو من بعد وكيف ذكرت قبل راه كاين خوها الكبير هو اللي غادي يقابلها بما نجيب المهم نتلاقاو من بعد حسني مشكلة اللي مشيت ليها وقلنا نستغلوا الفرصة اليوم ونخرجوا نفوجوا شوية ونتفرجوا ولو غير مرة في الحال يبدو ناس تركي شد ليفا لوكسوس في ميديا ماركت يس ام نوين بروسبكت زم بيشبيل دي 8 كيلو سامسونج واش ماشين Hello, Chine, geiler Film, wirklich geile Wahl, das wird mega jetzt. الشباب نهار اخر صراحه دابا كي الليل ماشي نهار ما وريتش النهار لحقاش غادي يستقي يجي فيديو طويل يوم كنا غير معروضين عند جدود اميره مشينا شفناهم اليوم ما صورتش لحقاش هاد جدود اميره ناس هما محافظين مهم ما عليناش غادي من بعد البارح اللي كنا هذا في السينما رجعنا الامور الحمد لله كانت على خير اميره كانت باقا نعسه قلنا خوها ما فقط ما حتى شي حاجه صافي هادشي اللي كاين المهم واحد الوصفه سمعوا ليا اليوم اللي غادي نصاوب هذه الوصفه كان كيصاوبها الاب ديالي ملي ديك الساعه كنت في المغرب وصراحه ساهله ماهله كتجي بنينه هو كان كيصاوبها بواحد الطريقه انا درتها بواحد الطريقه مبتكره اللي كل وحده كتسميتو دير الشكل اللي بغات ولكن هاد الوصفه فيها غير ثلاثه ديال العطريات الا زدتي ما غاديكش بنينه غادي بحال مرقه انا في الاول هو كان كيصاوبها هكا بالستيك هكا رقيق ومقطع وكيتقلى وكدير الملح بزار الكمون هادشي اللي كدير الملح بزار الكمون لا اكثر باش كتجيك بنينه وكان كيقطع لها غير طرونش طماطيشه وهكا كتكال بالخبز انا هني في الاول مع العائله تبارك الله كبيره كنت كندير اش اللي ندير كنت كنقطعها كمطيشه طرونش والمهم اللي حتى كيتقلى اللحم وكلشي وكنزيدها هي وكنقطع بطاطا طرونش هادشي بالحق بحال الا ما غاتكفيناش حيت انا ما كياكلوش بالخبز هنا نوصفوا فرشه الدراري انا كناكلها بهذا بالخبز حتى راسي حتى هو كنت دراري ما فهمتش ياكلوا بيد وصافي وعاوتاني لقيت بواحد الطريقه من غير مطيشه من غير هي ضروري خصها تكون بمطيشه الا ما كان مطيشه ما كتجيش هي هذيك المهم بقاو معايا باش نوري لكم هذا المقادير قبل ما نطول عليكم اللي مهتم يبقى معايا المقادير اللي كتحتاج لها كي كتشوفوا هنايا المقارونية تقدري تاخدي الشكل اللي بغيتي ماشي بالضروره هذا الشكل تقدري تستعملي حتى هذا سباغيتي ماشي مشكل تاهي راه كنديرها مره غير كل مره كندير سباغيتي مره هذا الشكل مهم اهم حاجه هي الصوص عندي هنا بصله وحده مشلضه هذه البصله ما كيديرهاش انا حتى هذه غير زدتها البصله مشلضه حيت كنفكر كنقول قدر الا ضفت هذه راه غادي تجي بنينه ولكن ما كيتبدلش المذاق الصراحه المذاق كيبقى هو كيف قلت لكم العطريه الا بدلتي في العطريه هو فاش ما كيتبدل لك المذاق المهم بصله وحده مشلضه اللحم هكا السكات تمشي عند الجزار تقول ليه عطيني ستيك هكا رقيق كيكون رقيق وانت كتقطعيه هكا طرافي صغار وما كيكونش ما خصوش يكون بحال اللحم ديال القطبان لا خص يكون رق باش ما ياخذش لك وقت اكثر في الطياب صافي وهنايا عندي حك مطيشه
هذاك هاد الحكمة ما كاينش في السوبر مارشيات عاديين ديال الالمانيين، هذا عند تواركا، حتى هادي واخدها من عند تواركا هادي. وهادي زعما الا بغيتي اي حاجه اي ماكله طيبتي تجيك بنينه تستعملي حك ديال الفلفله، كاين حك مطيشه وهما عندهم حك ديال الفلفله معلقه منو عرفتي ما نعاودش لكم كيرد هذا الماكله بنينه. وإلا ما عندكش اكتفي غير بحك مطيشه، هادشي اللي كاين. واللحم على حسب هذا عدد الافراد الاسره. وهنايا ما عنديش مطيشه باش اللي غادي نحكها، هزيت غير اللي عندي في الدار هكا هاد باسيت طوماطي، هو بحال مطيشه محكوكه، ولكن محكوكه اللي كتجي احسن صراحه، كيجي كلشي طري. وهنايا عندي غير البزار، الكمون والملحه. انا خلاص ما عنديش الكمون ديال المغرب، عرفتي اللي صوبتيها بالكمون ديال المغرب كطلع احسن كثر. وهنايا الزيت، ما تستعمليش زيت العود، زيت العود الا استعملتيه غادي تحرق لك حيت خصكي تقلي اللحم هو الاول، غادي تحرق لك، ما غادي تحرق وصافي ما تجيش. المهم غير زيت المائده وصافي. وهنايا داير الماء اللي غادي نخليه يطيب بما نوجد هادشي اللي عندي. هنايا غادي ندير الزيت اللي غنقلي فيها اللحم. المهم المقلة خاصها تسخن مزيان، هي عندي تلحي شويه بشويه. ندير النص بالنص، ملي هكا كيتقلى كديري شويه د الملحه والبزار غير قياس والكمون. وتمقصي العافيه كيف كتشوفوا اللحم هنايا تقلى عندي مزيان 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 مزيان، ما خصوش يبقى احمر. صافي غنحيد هادو وغادي ندير اللحم اللي بقى عندي في الزلافه وندير نفس القضيه، يتقلى هو الاول شويه، نزيد الملحه البزار الكمون. الملحه غندير غير شويه حيت في الاول زدت، ونحيد داك اللحم المقله وغادي نزيد نشحر عندي البصله. اللحم نسيت ما ذكرت واحد الحاجه، اللحم واخا يدير لكم لاصوص ماشي مشكل، صلاصوص راه غادي كيزين يعني. هاد الثاني اللي درت غادي نقليها ونقص عليها البوطه شويه باش تطلق ليا، باش اللحم يطلق ليا الماء ديالو، حيت صراحه عنده واحد السر اللي كيلد الماكله. هنا عندي راه الماء طايب طايب، راه درت فيه الملحه والزيت. بحال هاد لي بات من الاحسن تبع الوقت ديالهم شحال، لا ماشي تبع الوقت ديالهم، معتدل. هاد لي بات خليهم يطيبوا مزيان حتى يولوا رطبين، عكس سباغيتي خصني الا مثلا قال لك 9 دقائق ولا 10 دقائق، لحقاش الا طيبتي اكثر من وقتها ملي تبغي تهزيها كتولي تهرس وتعجن كتجي شكل. انا غادي نزيد لحقاش كاين حتى الدري يمين، دابا حنا اليوم 4 الناس ومع اميره، مع اميره حنايا 5. شي نص كيلو هكا تقريبا دايره. نتوما راه هزت شويه الزيت، معلقه قولي كبير هكا، وغادي ندير دابا شويه الزبده. وعلى حسب العطريه الملح والبزر، عينك ميزانك، عينك ميزانك. المهم الكمون هو السر ديال هاد الوصفه. ودابا نزيد البصله طاح عندي، خذات لي مدي معايا. هنايا درت حك ديال الفلفله معلقه كبيره وحده، وحك مطيشه معنا زي ديال الحموضه درت معلقه كبيره ونص ديال هكا حك مطيشه، ونخليها حتى هي تشحر، حيت مطيشه حك مطيشه مزيان ملي كيتشحر هو حك الفلفله
كيطلق واحد النسمه زوينه صراحه. هو بلا هادشي كامل يكفيك الحد بلي درتي غير طرونش ديال المطيشه يعني الطريقه الاخرى اللي كنخليكم طرونش المطيشه هكا مقطوعين مع بطاطا تخليهم ساعه ونص هكا كاملين. ولكن بهذه الطريقه كيفكم انا جربتها كتجي لذيذه اكثر. فكرت من الاحسن تكون مطيشه طريه. انا ما عنديش قلت نطيب باش منا كان انا كنحنت لاش كنقول اش غنطيب اش غنطيب ولا لقيت عندي اللي لقيت عندي موجود كنستعملو حيت حنا ما كنشريوش بالكثره. يعني تشري مطيشه هكا تطيح في الثلاجه هكا تخمج ولا على برا كيفاش يعني المطيشه نشريها غير في النهار اللي محتاجه فيها صافي. المهم كان غادي نزيد واحده اخرى واللحم ما غادي نزيدو حتى تتولي تبربر عندي هذا مطيشه ولا مثلا بحال بغيتي من الاول تلوحي ماشي مشكل وتنقصي على عافيه هكا متوسطه حتى غادي ميله شويه وتخلي اللحم يطيب مع مطيشه. شويه باقي مطيشه درت شويه البزار وشويه الكمون من الحم ما غاديش نزيدها حتى نشوف يعني حيت الماء ما كنزيدوش الميله كيف ذكرت قبل الا زدتي غادي يخسر لك الماكله يعني يكفي غير ديك لاصوص ديال اللحم هي اللي غادي تزين هذا صافي. ومن بعد غادي نصفي دابا المقارونيه غنصفيها من الماء ونزيد عليها معلقه كبيره تكون وافيه ديال الزبده باش ما تلصقش ليا مع بعضها. كيف كتشوفوا راه بدات هذا كتبربر عندي راكي هنا زدت معلقه كبيره ديال المعنوس زيدي معنوس قزبر ماشي مشكل باش تزيدي تنسمي. المهم كتجي بحال ديك الشكل الطريقه بحال سباغيتي بولونيز غير هذه كتجي احسن صافي. وغادي نزيد ليها دابا هذا اللحم ياخذ من لاصوص غنخليه تقريبا شي 10 حتى 15 دقيقة وديك الساعات نطفي عليه. واحد الرومينة لهي باقي خصني نجمعها نخوي ماكينة المعلم قيين عاد ندخل داكشي اللي ما نقي. المهم الفيديو غادي نختم لكم بواحد الأغنية واحد الملحون كان صيفطاتو ليا واحد المتابعة شحال هادي وقلت أصلا شحال هادي ما غنيت في القناة. المهم الأغنية هي هادي اللهم صلي على النبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه اللهم صلي على النبي ركب البراقي محمد عين الوجود طه المهم ما حافظهاش كامله. المهم كنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم وما تنساوش تشتركوا بالقناه والضغط على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. خلي لكم راحه البال مع السلامه.